الأردن واحد من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم. تغير المناخ فاقم المعاناة، زيادة فترات الجفاف وقلة الهطول، ارتفاع درجات الحرارة، الفيضانات المفاجئة في البلاد. إن قطاعي المياه والزراعة في الأردن معرضان بشدة لمخاطر تغير المناخ. يتطلب تطوير الابتكارات التي يمكن أن تحد من آثار تغير المناخ المال والقدرات. وهنا يأتي دور صندوق المناخ الأخضر. يقوم الصندوق بتوفير التمويل لتنفيذ المشروعات بالدول النامية. فحسب أنظمة الصندوق، نحن بحاجة إلى كيان معتمد لدى الصندوق يدير المشروع. وكون المشروع يخص الأمن الغذائي واستدامة الزراعة، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، فهي جهة معتمدة من الصندوق الأخضر، ولديها الخبرات والمعرفة لمساعدتنا في تحضير طلب التمويل للمشروع ومتابعة تنفيذه والإشراف عليه. طلبت الحكومة الدعم من الفاو ولبت الطلب سريعا. وكون التعاون والشراكة عاملان أساسيان في إنجاح المشروع، سيتم تنفيذ المشروع بموجب شراكة بين منظمة الأغذية والزراعة الجهة المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة المياه والري بمشاركة المواطنين، الجامعات، منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. المشروع قيمته 33.25 مليون دولار أمريكي في 4 محافظات: مادبة، الكرك، الطفيلة، معان. إذ تعد هذه المحافظات على وجه التحديد عرضة بشكل خاص لتغير المناخ، ويعتمد سكان هذه المنطقة اعتمادا كبيرا على الزراعة البعلية، وترتفع فيها معدلات الفقر بين سكان الريف. من المتوقع أن تصل استثمارات المشروع إلى 416,212 شخص، 47% منهم من النساء. ليصبحوا أكثر وعيا بالتهديدات المناخية، بحلول العام السابع سيتم تحديث 8,250 مبنى على الأقل بأنظمة تجميع مياه الأمطار على الأسطح. بحلول العام السابع سيستفيد 968 مزارعاً من إعادة استخدام المياه المستصلحة من 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي. 10,600 هكتار من الأراضي الزراعية ستصبح أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية بفضل استخدام تدابير التكيف مع المناخ، ما سيساهم في توفير مصادر إضافية للمياه المستدامة من مصادر بديلة، وبالتالي تمكين المزارعين من التأقلم مع ندرة المياه. بحلول العام السابع سيتم تدريب 6,000 مزارع، منهم 1,200 مزارعة، على ممارسات الإنتاج المقاومة للمناخ من خلال مدارس المزارعين الحقلية. بحلول العام السابع سيتم الوصول إلى 30,000 مزارع، من بينهم 10,000 مزارعة، من خلال الإرشاد الإلكتروني. بحلول العام السابع سيتم توعية 15,000 شخص بتدابير التكيف مع المناخ. بحلول العام الثالث سيتم تدريب 400 امرأة كوسطاء تغيير للتكيف مع المناخ. بحلول العام السادس يتم تحديد المعوقات التشريعية والتنظيمية المحددة والبدء في الإصلاحات. يتم تحديث ما لا يقل عن 6 مناهج وطنية للمدارس المهنية والجامعات المتخصصة لتشمل الزراعة الذكية مناخيا وكفاءة المياه والزراعة الدقيقة. وتؤدي النساء دورا بارزا في أنشطة المشروع لتمكين التكيف مع تغيير المناخ. سيضمن مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة الالتزام بإطار الإدارة البيئية والاجتماعية واستخدام أقسامه كدليل إعداد خطط الإدارة البيئية والاجتماعية.